السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا في هذا الفيديو. قبل بدء الفيديو لا تنسى الاشتراك للفيديو. هذا الفيديو سوف نرى فيه تشكيلة المتوقعة لنادي برشلونة أمام خطافي في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني. لنبدأ على بركة الله. تشكيلة برشلونة ضد خطافي المتوقعة الأحد 29 أغسطس 2021 في الدوري الإسباني. تشكيلة برشلونة ضد خطافي المتوقع هو ما يتزايد عليه البحث حاليا من جميع أنصار عشق ومحبي برشلونة في انتظارهم الموسم صعب للغاية بعد رحيلهم القائد ليو ميسي وعلى سيما قرعة دوري أبطال أوروبا المفاجئة والتي وضعت برشلونة في صدام نادي مع بايرن ميونخ في المجموعة الخامسة برفقة موناكو وبنفيكا. والآن يركز برشلونة على مواجهة الثالثة في الدوري الإسباني والتي يستضيف فيها فريق خطافي دينامو نرجس الجولة الثالثة. والمباراة سيحتضنها ملعب الكامب نو. اللقاء سيكون في ضيف نادي كاتالون وسيواجه الفريق يوم الأحد المقبل بتاريخ 29 من شهر أغسطس الجاري عام 2021 حيث تنطلق صافرة بداية أحداث اللقاء بحلول الساعة 5 مساء بتوقيت جمهورية مصر و6 مساء بتوقيت قطر والعربية السعودية و7 بتوقيت الإمارات المتحدة و4 بتوقيت المغرب والجزائر. تشكيلة برشلونة ضد خطافي المتوقع. في الواقع يفتدي برشلونة لخدمة متوسط الميدان الإسباني الشاب بيدري فقد منحه المدرب عطلة بعد موسم هو أطول على مر التاريخ للاعب كرة القدم. كما سيغيب القائد جيرارد بيكي بداية إصابة وسيغيب المدافع إيريك غارسيا بعد تلاقيه بطاقة الحمل في المباراة الذي مضيت أمام أتلتيكو بلبا والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. وبنسبة كبيرة سيدخل المدرب رونالد كومان المباراة أمام خطافي بتشكيلة الأساسية. نيتو في حارس المرمى خط الدفاع مكون من جوردي ألبا كليمان لونغلي رونالد أروخ وسيرجيو ديست وسط الميدان سيرجيو روبرتو سيرجيو بوسكيت فرانكي دي يونغ خط الهجوم بقيادة أنطوان غريزمان مارتين برايس ومارتين ديباي.